اهلا بكل متابعي موقع ابيبيه ميديا في كل مكان. معكم نورهان جمال من محافظه الاسماعيليه، ودلوقتي احنا بنشهد مع حضراتكم تنسيق جامعات مصر كلها. طبعا في قاعات تسجيل الكتروني فرعيه في كافه الجامعات التابعه لمكتب التنسيق الالكتروني للجامعات، وحضراتكم احنا بنشهد معاكم اليوم اولى ايام تنسيق المرحله الاولى لطلاب يعني جامعه قناه السويس او لثانويه قناه السويس. طبعا هيكون متاح قائمة بأسماء الكليات والمعاهد اللي بتقبل من الشعب المختلفة، وعلى الطالب اختيار الرغبة المناسبة. والموقع كمان بيعرض الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات يعني السابقة اللي تستطيع بناء تصور على الكليات ومجموعات. مجهود كبير بيكلل من موظفي جامعة قناة السويس ومكتب التنسيق، يعني راحت الطالب اللي جاي يقدم وجاي يبدي رغبته في الكلية، بيقدر هنا الموظف يساعده بكل الإمكانيات المتاحة. وجهد مشكور طبعا من الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ان قدر يوفر طفطف لنقل الطلاب من بوابة جامعة قناة السويس وحتى قاعات التسجيل. بتضم طبعا قاعات تسجيل الالكتروني قاعتين، كل قاعة مجهز فيها 20 جهاز كمبيوتر. دكتور تامر، يعني بداية من الساعة 9 صباحا بيبدأ مكتب هنا التنسيق يستقبل الطلبة. تمام. طبعا أول الطلاب اللي جاي تقدم للتنسيق. طيب احنا قبل ما نستقبل الطلاب النهارده كان علينا حوالي 4 أو 5 أيام قبلهم بنجهز القاعات، بنأكد على سلامة الإنترنت، إذا سرعة الإنترنت، المدخل البيانات، عدد المتطوعين، توفير. طيب بالظبط وسيله المواصلات. وبعد كده عندنا حتى الاداره الطبيه، احنا عاملين نقطتين تحسبا للاجهاد الحراري اللي ممكن يتعرض له طالب اثناء المشي داخل الجامعه او الانتقال للجامعه، وكلهم جاهزين بالاسعافات الخاصه بالاجهاد الحراري. على هنا غرفتين عياده يعني عندنا بنقطتين عندنا. خلينا نتكلم عن قاعات التسجيل، فيها كم جهاز؟ طيب احنا عندنا قاعتين، كل قاعة فيها 20 جهاز متصلة بالإنترنت، موفرين 8 مدخلي بيانات، عندنا هيئة معاونة ومجموعة من الطلبة المتطوعين من الاتحاد، كل دول بيساهموا في عملية تليفونك. الجامعة فيها مشكلة. تمام. حابة برضو أعرف من حضرتك إيه النصايح اللي بنوجهها للطلاب أثناء عملية التسجيل داخل الطالب. طيب يمكن أول نصيحة بنقول للطالب عليها إنك أول حاجة المجموع بتاعك حاول على قد ما تقدر إنك توائمه مع الكلية المطلوبة. يعني إيه؟ يعني إن كنت أنت من أصحاب المجموعة الأولى أو المرحلة الأولى، خلي بالك إن المرحلة دي فيها العديد من الكليات، ما تحاولش إنك تحط كل رغباتك في كلية معينة وتنسى كل الرغبات الاخرى. حاول على قد ما تقدر تلت الرغبات دي يكون في الكليه اللي انت تطمح اليها، تلت الرغبات الاخرى والتلت التاني يكون في الكليات اللي فعلا انت برضو ممكن تنتقل اليها، واخر حاجه لازم تحط مجموعه من الرغبات بتاعتك. اكد دايما على الموقع الجغرافي بتاعك، ما يبقاش عندك كليه طب في محافظتك وتروح كليه طب ابعد من المحافظه بتاعتك. خلاص يعني يبدا الرغبات من الاقرب للابعد. بالظبط، يعني هيراجع الموقع الجغرافي بتاعك. الحاجة الثالثة والأخيرة إن هو عنده فرصة كمان إن شاء الله لما ربنا يكرمه بالقبول إن هو يا إما يعمل تقليل اغتراب، لو جات له كلية بعيدة يقدر يقلل اغتراب، سواء بقى كان تقليل اغتراب لكليات مناظرة أو كليات غير مناظرة. والكليات مناظرة يعني نفس الكلية اللي أنا دخلتها في محافظة أخرى هجيبها عندي محافظتي لو هي متاحة، أو إن أنا مجموعي أدخلني كلية أخرى بخلاف الكلية اللي أنا خدتها بس المجموع كانت بتقبل منه الكلية المناظرة الغير مناظرة. آسف. حلو جدا. انا شايفه كمان الموظفين هنا مكتب التنسيق بيقدموا نصايح للطلبه في اختيار الرغبات في حاله ان هم بيشعروا ان الطالب
بيكتب رغبات وخلاص يعني، فهل ده متاح يعني؟ هل الطلبه بتستقبل ده بصدر رحب ولا يعني؟ اعتقد النصيحه هتبقى عنده يعني عند الطالب ليها مصداقيه، لان احنا جامعه ولما بندي النصيحه بنديها فعلا عن خبره. قد يكون الطالب بيعرض نفسه للاستنفاز الرغبات بتاعته، لأنه بياخد رغبات كلها خارج المجموع بتاعه، يمكن هو جايب مجموع يدوبك دخله المرحلة لكن ما يدلوش كل كليات المرحلة، فهو بيبقى مركز على كليات معينة وبيحطها كلها وهيستنفذ غالبية الرغبات بتاعته. فبنحاول نقول له على قد ما تقدر خلي تلت الرغبات كلها في الأول أعلى كليات انت تتمناها، تلت التاني خليه الكليات اللي تتوائم مع مجموعك، وتلت الاخر خليه الكليات اللي ممكن يعني تضامن انها تكون موجوده عندك. في الحاله دي بضمن ان هو هتجيله رغبه من ال 75 رغبه الموجوده عنده. نقدر نستقبل الطلاب لحد امتى؟ احنا شغالين وفقا للمواعيد المعلنه من قبل وزاره التعليم العالي، بادئين من يوم الاثنين اللي هو النهارده 12، هنقفل ان شاء الله وفقا للجدول بتاعنا يوم جمعه 16، بنشتغل من الساعه 9 للساعه 2 يوميا. 9 ل 2 يوميا؟ نعم. حتى يوم الجمعه؟ حتى يوم الجمعه طالما هو يوم داخل المرحله. شكرا. تحت امرك، اهلا بك، نورت. شكرا. زي ما حضراتكم شايفين ما زال توافد الطلاب على مكتب التنسيق، مجموعة كبيرة من الموظفين موجودين بيساعدوا الطلاب في كافة عملية كتابة الرغبات وإبداء الرغبات. طبعا كانت كمان مكتب التنسيق كان أصدر مجموعة من النصايح، منها أنه هو يعني ناقش كويس جدا اختياراتك ورغباتك مع أسرتك بعناية، واللي هتكون يعني رغبة يعني طبقا لميولك الدراسية. إذا اختار الطالب أحد كليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له، فإن برنامج الحاسب بيختاره بالفعل على أن هناك خطأ في اختيار الرغبة خارج النطاق الجغرافي. وقرر مكتب التنسيق ان الحد الادنى للمرحله الاولى شعبة علم علوم 371 درجه في اكثر بنسبه 90% 48، وباجمالي عدد طلاب 23850 الف طالب، وان يكون الحد الادنى للشعبة الهندسيه 357 درجه فاكثر بنسبه 87.7% باجمالي عدد طلاب 15355، وسجل الحد الادنى للشعبة الادبيه 280 درجه فاكثر بنسبه 68.29% بإجمالي عدد طلاب 73995، وبذلك يكون عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب. طبعا ممنوع منعا باتا ان اي طالب يفصح عن الرقم السري او يدي الاكونت بتاعه لحد يملا رغباته. بنشكركم وبنشكر كل متابعينا الكرام على ابو كبير ميديا. كان معكم نورهان جمال من محافظه الاسماعيليه ومن داخل جامعه قناه السويس.